إذا مشاهدينا، كيلي كرافت ابنة بوبي جيلفويل الناشط في الحزب الديمقراطي والتي أصبحت أحد أهم الشخصيات الداعمة ماليا وسياسيا للحزب الجمهوري. كيلي ساهمت في دعم الحملات الانتخابية لكل من جورج بوش الابن والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وقد بدأت رحلتها الدبلوماسية كنائب لسفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ومنها سفيرا في كندا عام 2017، لينتهي بها المطاف الآن منذ سبتمبر الماضي سفيرا لبلادها في الأمم المتحدة. ومشاهدينا، معنا الآن من نيويورك طلال الحاج مراسل العربية، هو وضيفته طبعا كيلي كرافت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة. أهلا بك يا طلال، تفضل. شكرا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الحصري، وهو الأول مع شبكة تلفزيونية عربية للسفيرة الأمريكية كيلي كرافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وسوف نخصص هذا اللقاء لدراسة ملفين أمام مجلس الأمن هذا الأسبوع. الأول هو ملف المعابر الإنسانية بين سوريا وتركيا، والثاني هو الملف النووي الإيراني وسلوكيات طهران في منطقتنا العربية. أمباسادة كيلي كرافت، يونايتد ستيتس بريمير كرافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، نرحب بك في قناة العربية. شكرا جزيلا، إنه لشرف كبير لأكون معكم. أشكركم على هذه اللحظات اللي أتحدث فيها عن أهمية الأمن والسلم الدوليين اللذان يحظيان بخطر كبير. شكرا على السماح لهذه الفرصة لأتحدث للجميع هذا المساء. شكرا جزيلا. أود أن أبدأ بسوريا، طالما أننا نتحدث عن سوريا وإيران، أود أن أبدأ في الحديث عن سوريا. اليوم هناك مسودة قرار من قبل ألمانيا وبلجيكا وهما حامل القلم في مجلس الأمن، وسوف تقدم هذه المسودة إلى المجلس إلى التصويت، وأعتقد أن التصويت سوف ينتهي يوم الغد بحدود الساعة 12. إن مسودة القرار كانت قد قوضت حول معبرين، باب الهوى وباب السلامة، من جانب التركي إلى سوريا لمدة 6 أشهر. إن الروس الآن، أو على حد علمي ومن خلال مصادري، يقدمان تعديلا من أجل معبر واحد لمدة 6 أشهر. كيف ترون هذا الأمر؟ شكرا جزيلا. هذا صحيح. أولا وقبل كل شيء، إن حاملي القلم المشاركين بلجيكا وألمانيا كان قد عملا دون كلل أو ملل لمدة أشهر للتأكد من أجل إشراك كافة أعضاء مجلس الأمن بغية إعادة التأكيد على أن هناك حياة أناس بخطر هنا، وهذا أمر يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وتحدث عن حياة بشر هنا، وهذا الأمر يتعلق بين الشر والخير. إن هذا التصويت الذي تتحدث عنه ومن قبل التعديل الروسي الذي حدث اليوم وسوف يتم التصويت عليهم، ومن الواضح أن روسيا والصين قد صوتتا على التعديل الروسي، ولكن من خلال العمل الدؤوب لكافة أعضاء المجلس ولا سيما السفير البلجيكي والألماني اللذان طالبا بأن الدول سوف تصوت، لكن هناك سوف يكون أيضا في نفس الوقت امتناع التصويت، وهذه قد تكون رسالة للشعب السوري بأننا نهتم بهم وأننا سوف نعمل بصورة مستمرة على القرار 24 و49 الذي لا يعد مجرد قرار، بل هو يتعلق بحياة الناس وبقدرة الوصول، وكذلك بإضاءة حقيقة الأمر بأن روسيا والصين كلهما
هم يسيسان المساعدات الإنسانية من أجل دعم نظام الأسد. الأمين العام أنطونيو غوتيريس وأيضا مارك لوكو الوكيل المساعد لشؤون الإنسانية قال أن الأخفاق في تمديد آلية عمل المعبرين الحدوديين سوف تضع نهاية لمساعدات الأمم المتحدة الغذائية إلى مراكز المساعدة وسوف تتسبب بالمعاناة والموت كما قال السيد مارك لوكو. ما الذي قد يحدث لو جاءت هاتين الدولتين روسيا والصين غدا واستخدمتا حق التصويت حول آخر نسخة من مسودة بلجيكا ألمانيا حول معبرين لمدة 6 أشهر؟ أين سوف يترك هذا الأمر ملايين السوريين فيما يتعلق بالأمن والسلامة والدواء؟ إننا نتحدث عن حياة الناس التي سوف تصبح في محب الريح. أين سوف نتجه من هناك؟ ولا سيما أن التفويض سوف ينتهي يوم الغد في 10 يوليو وهناك فيتو مزدوج. كما تعلمون لدينا 2 مليون نسمة في شمال غرب سوريا، وهذا القرار يتعلق بين الحياة والموت، وأننا نركز بصورة أساسية على تصويت اليوم الذي سوف يعلن عنه يوم الغد من قبل القرار الألماني البلجيكي حول معبرين حدوديين لمدة 6 أشهر. لكن دعني أعيدك قليلا لشهر مارس، فكنت قد زرت تركيا وكنت على الحدود هناك في باب الهوى، واستطعت في حقيقة الأمر أن أرى بأم عيني ما الذي يحدث هناك، ولا سيما عندما يكون هناك يكون رئيسا يعمل من أجل اللاجئين مثل أردوغان وكيف يعاملهم بطرق لائقة ويعطيهم الكرامة الإنسانية، الأمر الذي يسمح لهم بالدخول إلى مسار للحصول على الجنسية وإعطائهم وظائف ومنازل للأطفال للدخول في المدارس الذين بات لديهم حياة تشبه حياة أسرهم في بلدانهم. ولكن إذا ما نظرت إلى الجانب الآخر من الحدود فترى ما يفعله نظام الأسد، فهناك فرق كبير كما هو الفرق بين الليل والنهار، وفي كل لحظة كنا نجري مناقشات فيها مع مجلس الأمن. كنت قد أبلغت الجميع القصة بين ما يحدث على جانبي الحدود، وكنا قد أخبرنا بأن اللاجئين في إدلب هم بحاجة لمأوى وممارسة التباعد الاجتماعي، لكن كيف لهم أن يفهموا ذلك عندما يعيشون في أميال محدودة؟ لذا فإن تأكيدنا لا ينصب فقط على كوفيد-19 بل أيضا على إعلان الأمين العام لوقف إطلاق النار في شهر مارس الذي كان مهما للتأكيد على أهمية أن العاملين في الخطوط الأمامية لابد لهم أن يحظوا بالأمان والسلام وقدرة الوصول من أجل عبور الحدود. مارك لوكوك قد أكد بأننا في وضع إنساني مؤرق وقد كنا فيه، واللاجئون السوريون كانوا يواجهون هذه التجربة قبل كوفيد-19. هل لك أن تتخيل ما الذي يشعرون به الآن؟ أنني أخبر الناس الذين أراهم بصورة يومية أن أسوأ يوم في حياتهم هو أفضل يوم، وأنا لن أتوقع وأتكهن ما الذي قد يحدث يوم الغد، لكن متأكدة بأن هؤلاء منا الذين يعملون في مجلس الأمن سوف يستخدمون كافة الأدوات، وأن إدارة الرئيس ترامب تراقب هذا الأمر بصورة لصيقة بين وسوف يتماشى هذا مع ما قاله وزير خارجية بومبيو، وسوف نستخدم كافة الأدوات لنتأكد من إنقاذ أكبر عدد ممكن من حياة البشر في سوريا. أود أن أنتقل إلى الملف الإيراني، فإن المسودة الأمريكية الخاصة بتمديد أجل حظر السلاح ما بعد أكتوبر لم تقدم للتصويت إلى مجلس الأمن، وكلنا نعلم تماما أن الروس والصين لديهم موقف خاص واستعدادهم لاستخدام فيتو مزدوج. ما هي مخططاتكم بشأن تلك المسودة؟ شكرا على إثارة هذا الموضوع. كما تعلمون أن الثامن عشر من أكتوبر سوف يكون هو الأجل النهائي لوقف لحظر تمديد السلاح، وكنا نحرص من خلال اجتماعاتنا مع شركائنا الأوروبيين للتأكد أنه من خلال مجموعة الدول الأوروبية 10 سوف نجري اتصالات مستمرة ومناقشة تداعيات ما قد يحدث
إذا لم يحدث هناك تمديدا على حظر التسلح. وفي حقيقة الأمر أن روسيا والصين تدركان تماما ما الذي قد يحدث، ولا سيما في حالة عدم وجود أي تمديد، وكذلك يدركون مدى الخطورة التي قد تنتج ليس فقط من إيران وعلى الشعب الإيراني، بل على الشرق الأوسط وعلى القوات العسكرية الأمريكية الموجودة في كافة أرجاء تلك المنطقة. وكنت أؤكد على الدوام أن 18 من أكتوبر سوف نستيقظ في هذا الصباح وسوف ندرك بأنه الآن هناك سلاح تقليدي سوف يتم بيعه إلى إيران، بحيث يمكن لإيران أن تسمح لنقل تلك الأسلحة إلى وكلائها، وبطبيعة الحال أيضا للدول المارقة التي لديها تنظيمات إرهابية. فالكل يدرك تماما ما الذي قد يحدث في هذا اليوم، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالإيرانيين بل بالشرق الأوسط برمته. وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الخاص براين هوك كان قد هددا بإعادة فرض عقوبة الأمم المتحدة في حالة عدم اعتماد مجلس الأمن لقرار يتم بموجبه فرض حظر التسلح على إيران إلى أجل غير مسمى، وهذا الأمر يمكن أن يطبق من خلال آلية فرض العقوبات التلقائية المسمات بسناب باك بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن روسيا والصين تجادلان، وأنتم وحلفائكم أيضا يحاججون بأنكم قد أنهيتم مشاركتكم في خطة العمل الشاملة المشتركة في شهر مايو 2019، وقد تم تأكيد هذا الأمر بقرار رئاسي، لذا أنتم لستوا بعضو في خطة العمل. ما الذي تقولونه لتلك الدول الذين يقولون بأنكم لا تستطيعون استخدام أحكام العقوبات التلقائية؟ لن أركز على العقوبات التلقائية، سوف نستخدم كافة الأدوات المتاحة لدينا، وما سوف أركز عليه وسوف أكسب المعركة في النهاية بأننا سوف نقوم بتمديد فرض حظر التسلح. وعلاوة على ذلك، وكما تعلم أن كافة دول العالم لا تشاطر هذا الموقف بأنه يجب على إيران أن تشتري أو أن تبيع سلاح، العالم يتفهم المخاطر هنا، وهنا نتحدث عن الأمن والسلامة ليس فقط المتعلقة بالشعب الإيراني، بل الأمن والسلامة المتعلقان بالعالم برمته والشرق الأوسط. ونحن بدورنا وكما قلت سوف نستخدم كافة الأدوات، وأمل أن إيران تستمع، سوف نستخدم كافة الأدوات المتاحة، لأن إدارة الرئيس ترامب لن تقف مكتوفة الأيدي إلى حين تمديد فرض حظر التسلح. هل سمعتك أنك تقولين بأنك سوف تفوزين بهذه المعركة وأنكم سوف تمددون حظر التسلح على إيران بعد أكتوبر 2020؟ نعم بكل تأكيد، لأنه هل لك أن تتخيل ما الذي قد يحدث إن لم نفعل ذلك؟ وفي ظل ما قال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن كافة الدول عليها أن تهب معا، وبمجرد قراءة هذا التقرير سوف نفهم مدى أهمية الأمر بأن نجعل إيران وهذا النظام مسؤولا. وكما تعلمون، هل تعلمون ما الذي يفعل هذا النظام لشعبه؟ وهل تفعلون كيف يقومون بمؤازرة نظام الأسد والحوثيين في اليمن؟ لدينا أوضاع إنسانية مأساوية في كافة أنحاء الشرق الأوسط بسبب هذا النظام الإيراني الذي يقوم بمؤازرة أنظمة أخرى لا تفعل أي شيء سوى السلوكيات الخبيثة إزاء شعبها. أود أن أتطرق إلى هذه النقاط التي أثرتيها بمزيد من التفصيل. ما هو مدى خطورة استمرار إيران ببرنامجها للصواريخ البالستية؟ وهل يمكن لهذا البرنامج أن يستخدم لأغراض سلمية كما تزعم إيران؟ كما تعلمون لا نعتقد ولو للحظة أن هذا البرنامج هو لأغراض سلمية، فإيران لم تعطينا أي مثال دامغ بأنه لديها أي مسار نحو تحقيق السلام مع شعبها. ما نشعر بالقلق إزائه هو سلامة الشعب الإيراني، ونتحدث أيضا عن الأمن والسلم الدوليين، والكل هنا في حالة من الخطر. نحن وبصورة واضحة نود من كل نظام أن يتغير وأن يمارس الديمقراطية وسيادة القانون، لكن إيران لم تظهر أي مؤشر حتى اللحظة إلا عدم الأمانة والأكاذيب والتغطية والتمويه في كافة الأماكن ومؤازرة مناطق أخرى في العالم التي لا تفعل أي شيء سوى قتل شعوبها. ولديكم أيضا الهجوم الذي وقع على أرامكو، وهو مثال دامغ الذي لا يمكننا أن
يجعلنا أن نتراجع ولو للحظة واحدة إلى حين أن ندرك بأن كافة الشرق منطقة الشرق الأوسط سوف تكون آمنة، وهذا يعني تمديد حظر السلاح على إيران قبل 18 من أكتوبر. بالإضافة إلى فرض حظر التسلح، إن إيران تتدخل بالدول المجاورة يوم الأمس، ومنذ بضعة أيام أحد العلماء البارزين والمتفوهين كان قد قتل واسمه هشام الهاشمي، وتشير أصابع الاتهام بالبناني إلى ميليشيا موالية لإيران تم تسليحها وتدريبها من قبل إيران في العراق. كيف ترين الدور الذي تلعبه إيران في العراق، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة التي يرأسها مصطفى الكاظمي في التعامل مع الميليشيات التي تساندها إيران وتدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق؟ كما تعلمون هذا ليس إلا مثال آخر، وإذا لم نقم بتمديد حظر التسلح سوف يكون بمقدور إيران تحويل الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لوكلائها في العراق، وهذا الأمر سوف يتسبب بالمزيد من حمامات الدم، وسوف يتسبب بعمليات اعتقال غير قانونية للشعب. لذا من الضرورة أكثر من أي وقت مضى من خلال هذا المثال الذي يتم طرحه ومن خلال ما يحدث في اليمن وسوريا أن نقوم بمساءلة إيران وأن نتفهم أن حرية التعبير هي مهمة جدا للشعب الإيراني، وأن يكون له صوت ليسمع، وأن لم يكن لديه هذا الصوت فأن أمريكا عليها أن تشمر عن ساعديها، لن نسمح بقمع أي أحد. لقد فتحت الباب لي هنا لأتحدث عن الاستمرارية. عندما قلت بأنه عن المساءلة، عندما كان الأمين العام وفي تقريره الأخير قد أظهر وبصورة لا لبس فيها أن الصواريخ التي استخدمت في الهجمات على المنشآت النفطية داخل المملكة العربية السعودية كانت من صنع إيراني، فهناك معدات كثيرة قد استخدمت وهي من أصل إيراني، وأصابع الاتهام تشير بالبنان إلى إيران كما ذكر الأمين العام في تقريره. لكن هذا الأمر يشكل انتهاكا صارخا لقرارين مجلس الأمن 22-31-22-16، وهذان القراران بموجب الفصل السابع وقد تم انتهاكهما، ولكن حتى اللحظة ما من مساءلة لإيران بموجب هذا الأمر في مجلس الأمن. هل باتت إيران محصنة لكي لا تساءل من قبل مجلس الأمن وهو الهيئة الدولية التي تمثل الأسرة الدولية برمتها؟ كلا كليا، إن هؤلاء الأشخاص تلك الدول التي تفكر بنفس الطريقة وتعلم حقيقة هذا النظام تقوم بإجراء اتصالات مستمرة لجعل إيران مسؤولة. المهم لكافة الأشخاص أن يدركوا ولسيما للشعب الإيراني هو أن إدارة الرئيس ترامب تستخدم كافة الأدوات المتاحة لديها، وسوف نقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع هذه الإدارة حول ما سوف نقوم بتطبيقه في مواجهة هذا النظام الإيراني إن لم يقم بتغيير اتجاهه وأن يعامل شعبه بكرامة وضمن سيادة القانون. كيف ترون الدور الإيراني في لبنان، وهل يمكن للبنان أن يصبح دولة ناجحة دون الميليشيات المدعومة من قبل إيران في صفوف في النظام اللبناني، ولا سيما من خلال التمويل الذي يتم في حكومة مثل حكومة لبنان؟ في لبنان ما أشعر بالقلق إزاؤه هو أنه لدينا مساعدات إنسانية قد تم تسليمها، وهناك وضع إنساني مؤرق، وكنتم قد تعلمون بأن هناك حكومة قد تم تشكيلها من كافة الأطياف الدينية والسياسية والحزبية، لكن لسوء الطالع هذا قد يكون خيار بين فعل الشر وفعل الخير، وهو نفس الحال بالنسبة للحوثيين وحزب الله الذين ينخرطون في تلك الأفعال. لكن عليهم أن يتفهموا أن الولايات المتحدة سوف تقوم بتطبيق سيادة القانون والديمقراطية والحرية، ونحن لن نتوقف إلى حين أن ندرك بأن لبنان استطاع تشكيل حكومة شفافة وصادقة، وهذا يعني بأننا سوف نطالب الإيرانيين وسوف نقوم بمحاسبتهم على ما يقومون به من خلال مساعدة هذا النظام الإيراني. أخيرا لدي سؤال لك وسوف أدعك تذهبين. جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قال في إحاطة أمام مجلس الأمن في 30 يونيو بأنه على الولايات المتحدة تعويض إيران بالكامل عن كافة الأضرار التي ألحقتها
بإيران، ما هو تعليقكم؟ كما تعلمون ما يمكن أن أقوله بأنه لعلهم يتحدثون عن العقوبات والمساعدات الإنسانية، أن الوزير بومبيو قال في أكثر من مناسبة بأن العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية، فنحن لن نتوقف عن المساعدات الإنسانية. في حقيقة الأمر أن الرئيس وفي خطاب حالة الاتحاد كان قد أوضح للشعب الإيراني جليا بأننا نحن نقف معكم ونحن سوف نقدم المساعدات الإنسانية التي سوف توجه لكل مواطن إيراني. لذا فأن هذا اليوم يشكل فرصة لأخبر الشعب الإيراني بأن الولايات المتحدة لديها المساعدات الإنسانية وكانت قد قدمتها للحكومة الإيرانية، لكن الأخيرة كانت قد رفضت عرضنا، وسوف نكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني، والولايات المتحدة سوف تستخدم كافة الأدوات المتاحة من أجل حماية المواطنين الإيرانيين وكافة الشرق الأوسط. شكرا للسماح لي لإسماعي صوتي لتأكدي بأن ما لتأكدي مما تفعله إدارة الرئيس السفيرة كيلي كرافت. نشكرك جزيلا على هذه المقابلة الحصرية، نشكرك على أفكارك المستنيرة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا طلال. وهكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء الحصري مع السفيرة الأمريكية كيلي كرافت، والذي ركز على الملفين الحاليين أمام مجلس الأمن، سوريا وإيران. نشكر لكم كرم المتابعة ونترك لكم الكلمة الآن في دبي. شكرا جزيلا لك طلال، وأشكر أيضا ضيفتك كيلي كرافت.